لا هبوس تاني هبوس تاني. بصوا يا جماعه انا عامله لكم تحدي على 3000 جنيه اللي حلو. 3000 جنيه؟ ايوه. بصوا التحدي عباره عن ايه؟ ده فيه ميه وهنحط تلج وعايزين نطلع التلج عن طريق الخيط، مش هنستخدم اي حاجه غير الخيط بس. يعني خيط نطلع بيه تلج بس كده وايدك ما تلمسش الميه. بس كده هتعمليها ازاي دي ساحره؟ بس كده ده تنويم مغناطيسي وكده ولا ايه؟ 3000 جنيه انت كلت التلج. هو قبل ما ابدا بس التحدي انا عايز اعرف انت جبت منين 3000 جنيه دول؟ انت واخداهم من مصروف البيت؟ وجاي تعملي بيهم درويشه علينا صح؟ ما تخافش محدش هياخدهم، ما تخافش محدش هيحلها اصلا. يا صباح الفل. ماشي ماشي. يعني المفروض ان انا اجرب بقى بكام تلجايه كده؟ قلت كده 3 4. 3 4؟ طب هو اصلا التلج هيسيح على انا على ما انا ما اجرب. ما انت بقى انا ايه تلج كبير عشان اعرف اطلعه. ماشي ماشي دول حلوين كده. اه هاتي كده. يعني المفروض ان انا اطلع بقى التلج بالخيط صح؟ اه. طب ماشي عادي، ما انا هربطها تحت اهو كده. ايه ده يا نهار ابيض، هو المفروض الخيط ما يبلش ولا ايه؟ ماما ده هو ازاي يعني؟ ما اعرفش انا. اهي اهي اهي. كانت هتيجي والله. استنى نجرب تاني. حاولة التانية اهي. طب مش صعبة والله، هي هتيجي. بص هقول لك على حاجة. ايه؟ انت ممكن تستخدم حاجة واحدة بس. مخي. لا غير مخي. يعني ممكن ايه ده بقى؟ حاجة. هي اصلا التلجة ساحت، التلجة ساحت. حلو وزنها اخف. وزنها اخف هتطلع يعني؟ مش هتطلع. مش راضية، مش راضية تلف اصلا. فشلت. لسه يا عم ليه محاولات؟ لما التلجة تسيح خالص هبقى فشلت. خلاص مش قادر تفكر. طب ماشي مادام بقى الريتال جت تبقى اكيد هتحلها. ماشي يلا اتفضلي. ده انا ولا شنب؟ المفروض تحطي 3 تلجات وتطلعي 3 تلجات صح؟ يا عم اصبر بس، انا حطيت تلجتين وان شاء الله باذن الله. ها ما تبليش ايدي. ما بلتش يا ستي ايدي يا ستي. ماشي يلا ثواني بس. على فكره انت ماشيه بنفس خطى عمر وهو فشل. حاولي يعني تفكري في حاجه جديده. غيري واحده. اوفي. طب هو لازم الميه؟ يعني ايه يا جماعه؟ يعني الميه اللي في البتاع ده؟ انا مش انا دماغي واقفه، انتوا عارفين اصلا انا دماغي في التوابل واقفه. طب انا عايز اسالك سؤال، انت ما فيش اي حاجه في دماغك؟ انا دماغي فاضيه اصلا. فشلتي؟ اصبر يا ياسر بعد اذنك. اصبر يا ياسر. الترجمه ما صحتش. اصبر ايه؟ تقول هي راحت عملت هي ليه الخيطة ما بتنزلش تحت؟ طلعيها بس بره البتاعة وهتبقي. طب ماشي بعد اذنكم بقى، استنوا بقى كده ما توترونيش. ماشي. فيديو صمت. معاكي دقيقة. دقيقة تركيز. عملية جراحية ولا ايه؟ ايوه. بتعملي ايه؟ ألف سلامة. يا عم اصبر. أجيب لك مركب؟ يا عم اصبر بس. هتلاقي النارة. قدفي قدفي بالخيط اللي في ايدك ده. وفي ايه يعني؟ معاكي دقيقة. بسم الله. ها اصبر يا ياسر. اصبر ياسر ما توترونيش يا جدعان. بس يا ياسر عشان انت اللي موتر. انت اسبوعك كله ببل اصلا. هو ايه ده؟ ايه اللي انت بتعملي؟ قولي. بصي هو انا ممكن ما استخدمش ده خالص؟ ما يعني اشيله كده خالص؟ ينفع بس ولا لا؟ طب مش هتطلع لي تلج ازاي؟ هحط التلجايه هنا كده وهشيلها. ماشي ماشي. عادي؟ ينفع بشيلها بقى. عادي؟ ولا تزعلي على 3000 جنيه؟ ماشي يا سيدي. يا عم شيل، انا عايزك تشيل لي تلجايه واحده بس بالخيط. اهي التلجايه اهي. ماشي؟ ماشي. بس تعلقها فيها بقى في الخيطه. ماجينك كابس، ماجينك حابس. استنى. حاضر بقى. يلا. استنى بقى كده. اعمل ايه؟ ولا تعويذه عبده موته يلا. استنى استنى. انفخ فيه. وعملنا التلج طحينه وكتبنا عليه اسامينا. عملت التلج طحينه ازاي؟ بقول لك ايه، انا عايز خيطه اطول من دي بعد اذنك. اتفضل خيطه. ادي البقره كلها. هستعين بخيطه. لا لا اللي تقطع لي. ايه ده اقصر دي ولا ايه؟ طب بصي. احنا هنعمل كده. ثانيه اوقف التلجه. بسم الله. يلا بسم الله. تعويذتك هلفها لف الجاتو والنعمه. ربطها صايع الواد ده، شكله هينجح. الله. استنى بقى ما تنقش في كل حاجه كده. انا بس عايز افهمك حاجه. لا لا. التلجيه لازم تبقى في الميه. لا لا سيبي ده التحدي، ما ينفعش من هنا. ايه بقى اللي انت بتعمله ده؟ سيبيه لو عرف يشيلها هديله 3000 على 3000 دول. بجد والله؟ الواد دوسري يلا. لا لا حطها في الميه تاني. معلش يا جدعان حطها في الميه تاني. المايه بتساعد شويه بتوقفها. والله احنا ممكن نطري على قلبنا كده ناكل تلجايه. هي دي اللي هتخليك تحل؟ وقعت اصلا. يلا بص بقى احنا ممكن نعمل ايه. على فكره يعني ايه اللي انت بتعمله؟ ايدك ما تجيش في المايه اصلا. ايدي ما تجيش في المايه بس. قوم قوم. لا 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 ايه ده ياسر؟
جاهز نخش يلا. انا مش في اللعبه انا بصور. لا 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 ثواني والله لسه ما خلصتش. سيبيه الاخر. انا ايدي ما جاتش في المايه. انا بص عملها لي مني 3000 جنيه كمان على 3000 دول. طب ماشي ونطلع بيهم اي حته. بس ثواني انا عايز اقعد شويه. نطلع بيهم اللي احنا عايزينه. ايوه يلا يلا بسم الله. انا عايزه افهم انت بتعمل ايه. انا بدخل الخيط في التلج علشان اشيلها ارفعها مره واحده. يعني ايه بتدخل الخيط في التلج؟ استنى بس استنى تعرف في الاخر. ولا تعويذه عبد موتة الجديده. وعملنا تلج طحينه وكتبنا عليها اسامينا. ايوه بص بقى دي يا ولا انت ايديك عامد وشروط يا ابني عادي يا ابني. وفي الاخر ما طلعهاش برده. ايه انا ما طلعتهاش؟ اوه يلا بس عليكم. احنا بقى هنستعين بياسر. بصوا يا جماعه انا واحد اصلا متعته في الحياه انه بيقعد يتفرج على ناشونال جيوغرافيك. يعني انت اللي هتعملها؟ اكيد. يلا سهله جدا. خد. متاكده انك هتديني الفلوس؟ بصوا هاخد الفلوس. هاخدهم. ماشي. هاخدهم. يلا ريتال. هاتي لي ملح من جوه. ملح؟ عايز ملح وكوبايه. ملح وكوبايه. مبدئيا احنا هننقل الميه دي. ايوه في الكوبايه عشان البتاعه دي كبيره قوي. ماشي خدي وادي التلجايه. حلو فرقوا بقى على وادي الكيمياء. وادي التلجايه الثانيه. تمام هتجيب الخيط. دينا بدات تتوقش على فكره. شكل بص 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 هتعوم الخيط فوق التلجايتين. ياسر انا سرقهم من عمر ما تهزرش. وانت اللي جيتي مع واحد متعته في الحياه بقعد اتفرج على ناشونال جيوغرافي. الثانيه وهنحط ملح. ايه ده لا انا حطيت انا حاسه في الاخر بامانه ان هي هتفشل برده بتاع ناشونال جيوغرافيك ده. طب تراهني يعني الملح والخيط. تراهن على كام؟ على 3000 جنيه. ماشي يا جماعه انتوا عينكم في ال 3000 جنيه. خدوهم ليكوا 3000 جنيه مني لو ما نفعتش. يلا ماشي. لا استني شويه. ماشي بصوا بقى السر هنا. سيف كان بيقول تعويذه عبد موتة القديمه اللي هي ايه وعملنا بحر طحينه وكتبنا عليها اسامي. دي اتلغت. هنقول ايه؟ هنقول عبد موتة. ايوه وهنقول بسم الله. ايه لا لسه شويه يا جدعان. ادوني يا جماعه ادوني وقتي. ادوني وقتي. حط ملح يا ابو. حط والله العظيم شكله في الاخر هيطلع شط ميه في الخيط. عبد موتة ايوه. التجربه بتبوظ مني. هو طب يا عم طلع تلجه واحده حتى. يا ابني اللي انت بتعمله ده هري. يا بس بقى احط لك تلجة بس سيبوه. على فكره التلجة يا جدعان ده صغير قوي. اهو ماشي. هاتي الكبيره دي. هاتي الكبيره. جماعه انا ابتديت اخاف يا جماعه. يا ريتني ما وصلت. لا مالكيش دعوه انت. ليها تكنيك. على فكره الطبق كنت بس خلاص بقى. خلاص انا مش هعمل حاجه تاني. يا ابني خلاص هنصبر. هنسيبها لحد ما يحدث التفاعل الكيميائي بين الملح والتلج والخيط ويبقوا جسم واحد. ايه يا كوكا؟ ده بقول التعويذه. يلا لا لسه شويه. لسه ما تفعلش. انا هزود ملح يا جماعه. لا 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 في جسم خارجي اتدخل زق الترابيزه. انا مش لاعب. لا ايه ده اينشتاين وترتنا عبد موتة. ايوه يا جدعان والله هي هتحصل بس الهزه هزه ارضيه. انت بقيت بتغرق التلج بالخيط بالمي وكل حاجه. يا ابني الكوبايه بقت كلها ملح. مش هقول لك ايه. قوم ادفع 3000 جنيه كرامتك بدل ما شكلك بقى وحش قوي. مش هيحصل. قوم بس خلاص. مش هيحصل. بقول لك ايه بقى احنا عايزين نسيبها هي بقى تطلع التلج عشان شكلها كانت بتشتغلنا اصلا. وشكلنا كده ايه؟ تعرف عني كده؟ احنا هناخد منها 3000 جنيه عافيه. ونقسمهم على بعض. طيب انا هجرب اخر محاوله وهنشوف بقى هي نصابه ولا لا. لما لفينا الخيط على التلج شكلك وحش على فكره والله. ايوه طب اوعى. طب هاتي لي بقى الطبق تاني. هاتي لها الطبق تاني. انا عايز اشوف لك بقى عشان لو ما شفتلكيش هزعلك. عيب على البهدله اللي انت بهدلتها لنا دي. عيب عليك. استنى بس عليا انا كده اصلا. ايوه عملناها حركه عشان ايه؟ عشان ايه؟ ما يمشوش ال 3000 جنيه اللي انا سرقهم منك. اللي هم سرقهم مني اصلا في الاخر. ايوه انت يعني هو كان صح. أيوة. بس ما عرفش يطلعها. طب ماشي وريني عشان مش مديني وقتي.
قاعد بقى لك ساعه ومش مديناك وقتك يا جماعه. هو ال هو الايه بقى؟ استنى بس. ايوه مش هتطلعها اهي برده. اصبر بس هو في وقت. لا عايزين ميه، عايزين ميه. هتلاقي ميه يابا. هو في اكتر من ميه؟ بنولد التلج. بنولد التلج صح. خدي ميه يا هيص. جبنا لك بركه اهي. التلج عام. ورينا بقى. ثواني يا جماعه، في واحده هتتنفخ النهارده. يا جماعه لا، ما مش للدرجه دي، مش للدرجه دي. اه الموضوع فشل. امك هتزعل يا حور. طب ايه ده، في ايه يا جماعه؟ هنزعل من بعض كلنا النهارده على الفراده اللي فرضتها لنا دي. فكري ثواني يا جماعه، صديق واستعيني بحاجه خارجيه. ما هو ده الحاجه الخارجيه. هو ده الحاجه الخارجيه. هي دي الحاجه الخارجيه اللي كنت بتقولي عليها في الاول. انا عايز اقول لك اصلا ترجع شويه تمسك في الخيط. والله بص، خد خد فلوسك، خد ال 3000 جنيه بتوعك. ايوه ما هو اصلا فلوسي، ما هو عشان كده بتديهم بقلب جامد. هات يعني كل ده مش هتشيل التلج الخيط في الاخر؟ ما مش هتتشال، مش راضي تشال. على فكره بقى المشكله في الخيط. دي جيدي. ضحكت علينا كل المشكله في الخيط.